السلام عليكم اخواتي، واش راكم؟ ان شاء الله تكونوا بخير وصحتكم بخير. الفيديو تاع نهار اليوم البنات راح نشارك فيه معكم طريقه فعاله وطريقه بزاف مليحه تغسلوا بها الاواني تاعكم، تغسلوا بها هكذا كوكوطات ولا اي كسرونه عندكم، حتى البرم اللي يكونوا كحل من داخل. راح نعطيكم طريقه اللي تجيكم سهله، وثاني اي حاجه يعني نلقاها تفيدني راح نفيدكم نتوما ثاني بها ونشاركها معكم به كامل تستفادوا. راح ندير لكم في هذه الكوكوطه، شوفوا يعني هما مطيب بزاف كما على بالكم، اللون تاعهم يتغير. على هذا راح نشارك معكم هذا الوصفه باذن الله راح تعجبكم على بالي، والطريقه هذه راح تكون فعاله يعني غير تجربيها راح تشوفي الميع نتاعك ولا الاواني نتاعك كيفاه يوليو. سيرتو هذو الحوايج هكذا اللون تاعهم يتغير، شوفوا من داخل كيفاه ولات مالغري وتغسلوهم بصح تفوت وتلزق فيهم يعني الكحوليه هذه يبقاو هكذا. على هذا راح ندير لكم هذه الطريقه البنات، راهي فعاله وراهي مليحه بزاف، يعني اللي حاب يستغسل تاعها كوكوطات ولا البرمه تاعها كاين اللي حتدير لهم منا الكحوليه هذيك تاع الطابونه يعني تفزد لهم كامل الماعن تاعهم. هنايا انا راح نعطي لكم كيفاه ديروها، يعني تقلبوا الماعن تاعكم جداد كامل. هذه الطريقه البنات راهي يعني الحوايج اللي راح ندير لهم لكم في هذا الطريقه على بالي راهم كامل عندكم. اول حاجه راح نديروا فيها هذا الخل، هذا الخل الاحمر العادي على بالنا بلي كاين عند الناس كامل في الديار كامل راهو كاين. الا ما لقيتيش عندك الخل الاحمر هذا تقدري ديري الخل الابيض عادي، راه المهم ديري الخل هو، لكن احسن حاجه انك ديري الخل هذا الاحمر يعطيك يعني نتيجه خير من الابيض. عندي لهنا حوالي، شوف انا كيلت بهذا الكاس ما عمرتوش قد قد، شوفوا وين كيلت يعني نص كاس خل تحطوه لهنا. راح نزيدوا له هذا الكاس كيما راهو ولكن ما نعمروش يعني حتى لهنا، نديروا لهنا ولا جافيل. ها هو الكاس تاع الجافيل كيما قلت لكم ما عمرتوش ثاني قد قد، نزيدوا لها كاس جافيل ونزيدوا لها لهنا الخميره الكيميائيه، خميره تاع الكارطو. هنا مانيش غنحطها كامل، يعني نحط حوالي ملعقه صغيره فقط. وإلا كانت تاعك الماعن يعني كحل بزاف تقدري ديري الكيسه الخميره كيما راهو. هذه هي الطريقه ما فيهاش حوايج بزاف كيما قلت لكم. دوكا كيما راهي هكذا راح نحطوها على نار ونخليوها حتى تغلي لكم مليح، يعني كي تغلي لكم مليح ثم تشوفوا اصلا تاعكم الماعن بدا هذاك الكحوليه بدات تتنحالهم. دوكا انا نحطها على النار ونخليها حتى تغلي ونزيدوا لها لهنا شويه ازيز هذا مكان، وتحطيهم وتخليهم حتى يغليو مليح مليح. هنا شوفوا راني صورتها لكم وهي على الطابونه، يعني تخليها حتى تسخن مليح مليح. حاولي انك برك تحلي تاقه ولا كي تكوني تديري فيها باه ما تقعدش هذيك الريحه يعني تاع المواد الكيميائيه هذو في بعضاهم. هنا غير تشوفيها غلات كيما هكذا، رايحه تجيبي السنان هذا هكا باه تحكيه كما قلت لكم. اللي عندها حساسيه من الحوايج هذو البنات ما كان لازم تقدم ليهم، يعني ديرهم وحده اللي ما تكونش عندها حساسيه من هذا المواد الكيميائيه. المهم ديروا لي غون ثاني باه ما تحرقوش وباه ما يديروا لكمش هذوك المواد في يديكم. بعد تبداي تحكي فيهم، شوفوا لهنا هو اصلا اللون تاعها بدا يتبدل. هنا تخليوها تنقص شوي ومن بعد تبداو تحكوا فيها، يعني ما تحكوش الماء سخون بزاف ما يحرقكمش هذا مكان، وتبداو تحكوا فيها ودوك تشوفوا كيفاه تولي، يعني راح تولي من داخل كامل بيضه، يعني اللون تاعها راح يتغير كامل. هو افضل حاجه ثاني تزربوا تبداو بهذو منا الحواف باه تطلع لهم هذيك المواد ثاني يتقاسوا بهم كامل، وتحكوهم مليح. شوفوا لهنا مجرد ما انكم تحكوها شوفوا كيفاه هذاك السواد اللي يخرج منها، شوفوا كيفاه يخرج. هنا يعني مش راح تعبكم في غسيلها، يعني غير شوي برك تبداو تحكوا فيها يبدا يتنحى منها كلش. ولكن حاجه اذا كانت تاعك الكوكوطه ولا تاعك البرمه كحله بزاف، يعني احسن حاجه انك ديري لها في بلاصه الخميره ديري بيكربونات هذا ما كان، يعني طريقه ثانيه تاع بيكربونات نتيجه ثاني رائعه تخرج لك الاواني تاعك ثاني يلمعوا. بنفس الطريقه راح نكمل نغسلها من برا ثاني. لهنا هذا الماء راكم تشوفوا فيه
حطيته يعني بجهه، يعني نحيته منه بجهه ونغسل به، يعني بعد ما غلات فيه مليح هذاك الكوكوطه هذاك الماء نحيته بجهه، يعني خليته فيها شوي حتى بدا يبرد، ومن بعد حطيته في بسينه هنا ونكمل نغسل به. هنا شوفوا بعد ما كملت يعني انا حكيتها مليح من هذاك الكحوليه اللي فيها، هنايا عاود درتها شويه ايزيس ونكمل هكذا نغسلها بهذوك لي برودوي كامل يتنحاو منها ونشللها. دوك تشوفوا البنات النتيجه اللي راحين تتحصلوا عليها، راح تكون كيما قلت لكم تنحي لكم اي حاجه عندكم في الكوزينه لما عندكم اللي يكونوا هكذا فيهم الكحوليه هذيك. ما زلت لي لهنا ما نحيتهاش، دوك نحيها ثاني وتشوفوا كيفاه تولي، يعني حنحي لكم حاجه بحاجه باه يعني صورت لكم كلش باه تشوفوا من بعد النتيجه اللي راحين تتحصلوا عليها كيفاه تكون. كما قلت لكم اي واحده يكون عندها حساسيه البنات مدى بكم ما ديرش هذا لي برودوي باسكو راحين ياثروا عليها بزاف. وهنا باه تكون لكم نتيجه مليحه، يعني حاولوا انكم تفتحوا هذو ثاني لهنا، تفتحوهم كامل وتغسلوهم ثاني، تغسلوهم مليح باه ما يقعد لكمش هذاك السطيد فيهم ولا ما تقعدش لكمش الماكله فيهم. هنا باه تقدروا تغسلوا هذه مليح، هذو ثاني يعني تزق فيهم الماكله بزاف، على هذا حاولوا انكم تغسلوهم مره على مره هكا تفتحوها وتغسلوها مليح. شوفوا لهنا دوك تشوفوا واش يتنحى منها، يتنحى منها العجب البنات. لكن قلت لكم افتحوها لهنا مش راح تكسر لكم والله، يعني راح تتحل وتعاود ترجع عادي. شوفوا البنات هنا بعد ما كملت غسلتها، يعني هي تحكم لكم شويه الوقت في غسيلها هذا مكان. هنا هذو ثاني بعد ما نحيتهم وغسلتهم، غسلتهم ثاني مليح، شوفوا كيفاه ترجع. كما قلت لكم هي يعني الحاجه اللي خدمت اللي نظفت بها يعني متوفره عندكم في كل المنازل، تقدروا تخدموا بها وثاني تنظف لكم لما عندكم بها نظفهم لكم مليح مليح. شوفوا لهنا يعني هنا ثاني من الداخل شفتوها قبل كيفاه نعتها لكم وكيفاه كانت، وشوفوا دوكا النتيجه كيفاه ولات. هنا يعني الانسان ما لازمش يغفل على الحوايج هذو سيرتو تاع الكوزينه، لازم ساعه ساعه ينظفهم يدير لهم هكذا غسيل بيان، ينظفهم مليح مليح. دوكا بما انه جاي رمضان مبارك باذن الله يا ربي، احسن حاجه انكم تستغلوا الفرصه يعني تنظفوا الحوايج عندكم كش ما عندكم حاجه ماهيش منظفه بيان تنظفوها مليح مليح ثاني. كش ما معن ثاني عندكم هكذا ماهمش مغسولين ولا فيهم هكذا هذاك السواد، تقدروا تنظفوهم بالطريقه هذه اللي قلت لكم. شوفوا النتيجه كيفاه ولات البنات. هنا بعد ما غسلتهم كامل يعني نظفتهم مليح مليح هنايا، ها هي كيفاه ترجع لكم الحاجه، وحتى منها من هي من هذا البرودوي يعني يعطيكم لمعان فتاعكم لمعان. وهذه هي البنات الطريقه. هنا من بعد برك راح نعاود نلصق هذو، يعني راهم فيهم هذو تاعهم في فيس هذو تاعهم، من بعد نركبهم برك، يعني الطريقه راهي هكذا سهله جدا، يعني نعاود نحطهم برك هكذا ونعاود نلضهم هذا مكان. وهذه هي النتيجه البنات اللي حبيت نشاركها معكم باه نتوما ثاني تستفادوا، بس كاين بزاف اللي راهم يعانيو من هذه الكحوليه في الماعن تاعهم، كاين اللي طابونه فزدت لهم ثاني الماعن، يعني حاولي انك تجربي هذه الطريقه باذن الله راح تعجبك وراح تنظف لك الاواني تاعك مليح. ان شاء الله يكون عجبكم الفيديو تاع نهار اليوم البنات، ما تنساونيش من دعمكم حبوباتي، وما تنساونيش من تعليقاتكم وتحفيزاتكم ايضا. باذن الله راح ندير لكم تطبيرات اخرى وراح ندير لكم طرق اخرى لتنظفوا بها تاعكم الماعن، باسكو على بالي دوك جاي رمضان راحين تحتاجوهم بزاف بزاف. المهم البنات في نهايه هذا الفيديو نقول لكم الى اللقاء، وان شاء الله نتلاقاو في فيديوهات اخرى باذن الله.